أوروبا كلها أقوال تؤكد منع الذبح الحلال. إذا لم يكن هناك ذبح حلال لا تأكل. مع أن سؤالك طويل شوي. اشتري أكل يهود، يهود يزكون وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. بقول لكن كل محلات الجزارة تكتب كلمة حلال، إذا أنت متأكد بالأقوال على كل حال انتبه، اشتري من الناس ثقات.